معاكم دكتور محمود فوزي، طبيب اسنان في مستشفى الامارات التخصصي بمدينه دبي الطبيه. النهارده عايز اكلمكم على موضوع مهم جدا وبيجي لي فيه اسئله كتيره قوي، هو الفينيرز. الفينيرز عباره عن قشره من السيراميك بيتم ديزاين وتشكيلها عن طريق فني المعمل، وبيتم لزقها على الاسنان كل سنه على حده بحيث ترتيب الاسنان واطوالها يكون مثالي، وطبعا باللون اللي بنحلم بيه. وطبعا اختيار اللون بيكون بعناية شديدة جدا بحيث يتناسب مع لون بشرتنا وقت الابتسامة. وبنعمل طبعا الفينيرز لبعض الحالات المعينة اللي ترتيب أسنانها بيسمح بتركيب الفينيرز عليها بدون ما نعمل أي ضرر للأسنان الطبيعية، خاصة بعض الحالات اللي عندهم كسور في أسنانها الأمامية أو بعض المشاكل اللي ممكن تمنعهم من الابتسامة، زي مثلا بعض المسافات الموجودة ما بين الأسنان البسيطة. طبعا كمان بعض الحشوات اللي بتكون معمولة في الأسنان الأمامية بتتسبغ بشكل سريع ونضطر نزور طبيب الأسنان عليها كتير، أو لون الأسنان اللي بطبيعة الحال بيكون لونه أصفر أو لون الأسنان الغامق عامة. علشان كده الفينيرز هو الحل الأمثل ليهم علشان نحافظ على ابتسامتنا الجميلة.